الواد وقعني بالعجله قوي، هنزل واعمل معاه لقطه زي الله يسامحهم حسبي الله. الكلام بقى اللي يجرح ده، عرفت ان ده كان اعجاز الادب. القلب بتاعه بدل خالي حناوي ده اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها. خلصتوها؟ كانت صوتها المختلفه وكاريزمتها فرضتها بقوه على الساحه الفنيه، غنت للحب وللجدعنه والحنطور، ودخلت كمان عالم التمثيل وأثبتت نجاحها فيه. ضيفتنا المطربة الشعبية أمينة، اتنين هم عدد ولاد أمينة يوسف وعمر، وده سبب لقبها في الوسط الفني بأم الولاد. واحد هي جراحات التجميل اللي عملتها أمينة وهي عملية في سنانها، ونفت أمينة أي إشاعات قالت إنها عملت عمليات تجميل تانية. تلاتة هو عدد الألبومات اللي نزلتها المطربة أمينة، ده غير الأغاني السنجل وأغاني الأفلام وأشهرهم أركب الحنطور. 12 فيلم هو عدد الأفلام اللي شاركت فيهم أمينة بالتمثيل، ورغم كده هي لسه شايفة إنها مش ممثلة محترفة، وإنها هتبقى محترفة لو مثلت من غير ما تغني. 3 أدوار بتقول أمينة إنها نفسها تلعبهم في السينما، المدمنة والصعيدية والمجنونة. 2 هو عدد المطربين اللي اتأثرت بيهم أمينة في حياتها، أحمد عدوية اللي بتقول إنها من مدرسته في الغنى الشعبي، والكينج محمد منير اللي عيطت قدامه وقالت إنها بتحلم طول عمرها إنها تغني قدامه. دي الإجابات اللي الناس تعرفها عن أمينة، إنما إحنا فخدنا منها إجابات تانية خالص، فخلصانة بإجابة. أمينة، أكتر حاجة بتضايقك؟ أكتر حاجة بتضايقني إن الناس تدخل في حياتك أو يبقى بتتنمر أو بتشتم من غير أي وجه حد. طب أكتر حاجة بتفرحك؟ أي حاجة بتفرحني ولادي. وأكتر حاجة بتستفزك؟ أكتر حاجة بتستفزني برضو تدخل الآخرين. طب لو حد كسر عليكي إشارة هتعملي إيه؟ هنزل وأعمل معاه لقطة زيك الله يسامحهم حسبي الله. طب ولو حد عكسك؟ لو حد عكسني ده أنا أدعي له. واكتر اكله بتحبيها؟ اكتر اكله بحبها الملوخيه. واكتر اكله ما بتحبيهاش؟ هو انا ما بحبهوش بس هو بيعمل لي حساسيه، الجمبري. طب لو قاعده في عزومه وحد عزمك على الجمبري؟ هعمل بطني وجعاني، هعمل ان انا تعبانه جدا، هعمل اي حوار ان ممثله وهظبط الكلام. الجمبري، الجمبري يا امينه، في حد ما بيحبش الجمبري؟ وكمان بتعملي بطنك وجعاكي عشان ما تاكليهوش؟ لا 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 لا، دي مش شقاوه ناس كبيره، دي شقاوه شكلها من زمان. أمينة، هو أنت كنت شقية وأنت صغيرة؟ كنت شقية جداً وأنا صغيرة، إن أنا كنت رايحة المدرسة، مامتي الله يرحمها صممت إن أنا أروح، كانش في شتاء عندنا في اسكندرية، أنا من اسكندرانية أساساً، فعندنا دايماً الشتاء والجو وكنت صغيرة بقى، كان يعني حتى كمان الشتاء عندنا كان ليه طعم تاني، يعني كان كتير وكان كل يوم وحاجات كده، عملت نفسي إن أنا وقعت في الطينة ورجعت وأنا طبعاً ممثلة في حد في 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 جوايا في نفسي قوي، فقمت معيطة وقلت لها الواد وقعني بالعجلة أوي. طبعا عرفت ان انا مش هعرف يعني اروح على المدرسه وخلاص الباب اتقفل وخلاص، غيرت هدومي وقعدت. لو عندك قوه خارقه تحبي تبقى ايه؟ لا يعني بصراحه انا لو عندي قوه خارقه يعني احب مش السادسه قد ما هو ايه، يبقى ابقى مخويه، استخدمها في ان انا اشوف اللي قدامي، لان انا اتخذت كتير جدا على مشامي وتعاملت بكل حب وكل احترام لكل الناس، وفي الاخر بكتشف في عكس ده جدا، فابقى لو انا معايا حد يقول لي ابعدي عن الناس دي او خلي بالك او مش عارف ايه، بجد كنت هبعد. ومين سمعك؟ والله دي امنيه الناس كلها. بس بما انك مخاويه، ما تحكي لنا كده اللي معجب بيكي، هل بتبقي عارفه انه معجب بيكي ولا بتعملي ايه؟ انا اللي معجب بيا جمهوري الصراحه. لا بصراحه يعني بصراحه لا، هو كان في اعجاب من ناس كتير، بس انا عشان كنت صغيره ما كانش في ان انا عارفه ان ده اعجاب، لما كبرت والفرص ضاعت عرفت ان ده كان اعجاب، الفرص بتاعت الحياه كلها ضاعت، فعرفت ان ده كان اعجاب. انا بيني وبينك ان كان هيعجب بيا من اول ما كان اعجب وقال لي كنت انا هلزع على طول، انت مش عارفه. يلا الحمد لله جت على قد كده. اول هديه جات لك؟ اول هديه ما جاتليش. عارفه اللي هو زي مين؟ خالي حناوي ده اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها.